ست أشياء نستخدمها بشكل يومي دون معرفة كيفية استخدامها وفائدتها. المطاط الموجود داخل أغطية الزجاجات البلاستيكية، وفائدة هذا المطاط حماية الغازات من التبخر. وجود نتوءات على لوحة المفاتيح. تساعد النتوءات الموجودة على لوحة المفاتيح وبخاصة على المفتاحين F و G الأشخاص على وضع أصابعهم بشكل صحيح على لوحة المفاتيح دون النظر إليها لتسهيل عملية الكتابة. ملصقات الفاكهة. تساعد هذه الملصقات على تحديد نوعية تلك الثمار والظروف التي نمت فيها، وهل هي معدلة جينياً وراثياً أم لا، وهل تعرضت للمبيدات الزراعية بكثرة أم هي ثمار عضوية. وتتم معرفة ذلك من خلال الأرقام المكتوبة على الملصقات. ثقوب كرات الجولف. تم ابتكار كرة الجولف التي تحتوي على الثقوب والتجاويف لأنها تمنع من احتمالية انبعاج الكرة أو انكسارها وتلفها. الخطوط الموجودة على شفرات المشرط، حيث تمكنك هذه الخطوط من كسر كل شفرة للحصول على شفرة جديدة حادة حين تتلف الشفرة الأمامية. غطاء من المطاط أو الفراء على الميكروفونات. هذا الغطاء يبطئ من تدفق الهواء حتى لا يسمع صوت الرياح في الميكروفون، كما يستخدم ذلك الغطاء عندما يتم تسجيل الصوت بطريقة احترافية في الاستوديو، لأنه يساعد على تقليل حدة صوت الحروف الساكنة. إذا أعجبك الفيديو، نتمنى أن تدعمنا باشتراك وإعجاب في القناة.